طيب كلام هذا الحكم بمنطوقه بدلالته، الدلالة كمان مهمة فيه، هي نفس الدلالة اللي متعلقة بأزمة هذا الأسبوع فيما يخص الأهلي واستكمال بطولة الدوري. إيه الشريط الرابط بين الاتنين؟ هنقرأ الأول الحكم الصادر ونشوف النادي الأهلي موقفه الواضح، موقفه ثابت، موقفه حريص على المصلحة العامة، كيف حدث ما حدث من قبل وكيف يحدث ما حدث هذا الأسبوع. أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد موعد للمباريات المتبقية من الدوري المصري لكرة القدم للموسم الكروي 2018-2019 قبل 30/6/2019 وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت. أوضح الحكم الذي أصدره مركز التسوية اليوم الخميس أن مبلغ 150 ألف جنيه يأتي كتعويض للنادي الأهلي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالنادي الأهلي، كما ألزم مركز التسوية اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم. 150 ألف جنيه ما هيش القضية، قيمة التعويض مش ده الموضوع، إنما في اللي قاله لك المهندس عدلي واللي له دلالات في موقف النادي. قال منطوق الحكم نصا النادي الأهلي فوجئ. ممكن يا استاذ ابراهيم واحنا بنقراه ما نقراش على بعضها، ناخد كل حكم في كل جزئيه ونقشر عليه كده. جاء في منطوق الحكم ان النادي الاهلي فوجئ بعد ارسال جدول المسابقه المشار اليه المتضمن مواعيد 16 اسبوع من المسابقه بسيل من المكاتبات من الاتحاد متضمنه تاجيلات لعدد كبير من المباريات، وكان مواعيد البطوله الافريقيه والعربيه وارتباطات المنتخب قد هبطت فجأة على الاتحاد ودون سبب واضح لتلك التأجيلات، مما أدى مما أضر النادي ضررا بالغا، حيث اضطر إلى لعب بعض المباريات بفاصل 72 ساعة بين كل مباراة وأخرى، وهو ما أدى إلى إصابة عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي الذين هم نواة المنتخب نتيجة توالي المباريات، وهي الإصابات التي حرمت النادي والمنتخب من مجهوداتهم فضلا عما تكبده النادي من مصاريف علاج وتأهيل وسفر وخلافه. نقف هنا بقى، نقف معنى الحكم ده ايه؟ ان الاهلي في عريضة الدعوة كان مضارا من التأجيل فلم يكن هو صاحب طلبات التأجيل. اللي عاملين قلبين دماغنا لحد النهاردة والاهلي كان بيتأجله، الاهلي كان بيتأجله، الاهلي كان بيتأجله، هذا اضرار بالنادي الاهلي ومصالحه، والحكم بيقول كده. ثانيا الحكم بيقول لاتحاد الكوره انت حطيت جدول، حطيت مواعيد 16 اسبوع، هو انت نزلت عليك فجاه، هبطت من السماء فجاه مواعيد البطوله الافريقيه والبطوله العربيه وارتباطات المنتخب، يعني كل التاجيلات اللي انت احدثتها على الجدول تباعا نتيجه ارتباطات المنتخب او المواعيد الافريقيه او المواعيد العربيه، الحكم بيقول له هي دي هبطت فجاه؟ ما انت اللي حددت بنفسك ال 16 اسبوع وكان عندك الاجنده واضحه جدا. ايه الخلل اللي انت احدثته ده اللي عرض النادي الاهلي صاحب الدعوه الى هذه الاضرار البالغه اللي اشار اليها الحكم؟ قال كمان كما جاء في الحكم لم ينتهج الاتحاد في سبيل معالجته لتلك الاوضاع ذات النهج بين انديه المسابقه، حيث انه في حين كان يلعب النادي الاهلي مباراه كل 72 ساعه كان المنافسون يلعبون مبارياتهم كل 96 ساعة وفي بعض الأحيان كل أسبوع وعشرة أيام في أحيان أخرى، وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين أندية المسابقة. نقف هنا، نقف مين اللي استفاد؟ برضو عايزين يمثلوا دور الضحية. انت كان بتأجل لك وانا كنت بلعب، انت كان ده انت خدت فرصة انك تتصدر وتبعد وانا ارهق واضغط ولعبت اتصاب. اذا عشان بس الحكم ده تاريخي ليه؟ عشان لما حد يتكلم بقى في الحجج اللي عماله تتواتر، ها كان بيأجلوا لهم وما كانش بيأجلوا لهم وبتاع، الرد اهو بالحكم. الرد بالحكم. طيب كما ادان الحكم اتحاد الكره وقال لما كان ثابت ان اتحاد الكره كان قد حدد تاريخ انتهاء مسابقه الدوري موسم 18/19 بتاريخ 30/6/2019 وأنه كان على علم مسبق وقبل تحديد هذا التاريخ بمواعيد البطولة الإفريقية والعربية والأجندة الدولية
لتوقفات المنتخبين الأول والأولمبي، وهو ما ينفي حالة الظرف الطارئ أو الاستثنائي عن الظروف التي دعت الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل بعض المباريات ومد أجل انتهاء مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم لعام 2018-2019 إلى ما بعد الميعاد المحدد له سلفا، والذي أخطر الاتحاد الأندية المشاركة في تلك المسابقة به قبل بدئها، ومن ثم كان يتعين عليه مراعاة ما تقدم عند وضعه لجدول المسابقة بما يتيح للأندية وضع برامجها التدريبية الملائمة ويجعل من المنافسة بين الأندية تحكمها قواعد الشفافية والنزاهة. وهنا الشفافية والنزاهة هو النادي الأهلي مش بيطلب غير دي، الشفافية والنزاهة ومعايير الفير بلاي. مشكلة السنة اللي فاتت هي مشكلة اللي قبليها هي مشكلة اليومين دول. أيوه. عندما احتج الأهلي على ما حدث من تأجيل لمباراة الأهلي والزمالك، ها؟ كان يحتاج لأنك بدأت تخل بمبدأ الشفافية والنزاهة. هتقول لي الظرف الأمني، طريقة إصدار القرار في نص الليل جعلت من كل حق، يعني من حق كل حد إنه يعني ما ياخدش الأمر بشيء من الارتياح. بعد كده لما الدولة بتوضح لا ده كان ظرف مش مهم إن احنا نخوض في تفاصيل هذا الظرف، لكن الأهلي يعمل ايه؟ يوم يستجيب. هنا يحلو للبعض أن يظهر الأمر كأنه ضعف وتراجع، بالعكس ده موضوعية. واللي كان عايز يستفيد من هذا الخلاف كالعادة ده اللي استفاد من كل الخلافات السابقة والتي كان جزء من صانعي هذا الخلاف، ها؟ يقول لك ايه؟ طب انسحب انت. لا يا سيدي، مسألة الانسحاب في فرق اني مش هلعب الا اذا، ده طلب مشروط وبيحط. لما تيجي تناقش اسباب احتجاجي يبقى انا هكون في منتهى الموضوعية معاك وهقبل النتائج، لكن لما تقول لي هي كده هقول لك لا هي مش كده. فده ما حصلش. الدولة اهتمت وتواصلت ووصلنا لحلول ولسه. طيب قال الحكم: كما جاء ضمن أسباب قبول دعوى الأهلي أن الإعلان متأخرا عن إلغاء بطولة مواليد 97 حال دون تحقيق الاستفادة الفنية منهم، سواء بتصعيد لاعبيه للفريق الأول أو بتسويقهم محليا أو خارجيا. طبعا هو ده كمان كان أحد الطلبات البارزة للنادي الأهلي. أنت مش كل سنة تيجي تفاجئني قبل الموسم بنظام لائحي يترجم الى ضرب اقتصادي في مقتل. أيوة. انا بقى بجهز لعيبه دول راس مالي. وعلى فكره ولحد النهارده انا مش مقتنع ابدا ان اللعيبه اللي تتجاوز السن وما بلاش مكان في قايمه، ها، تبقى فري ازاي؟ فين حق الرعايه بتاعنا؟ فين حق رعايه الانديه دي؟ فين الانفاق؟ انت بتعاقب الانديه صاحبه الانتاج. هذا مبدأ غير اقتصادي، غير فني، غير عادل. أنا الأول بناقشة هذا الأمر. طيب صور اللعيبة يا أستاذ إبراهيم لو هرب منك بره تاخد فيه تعويض. لكن هنا أنت مضطر تسيبه ببلاش. طيب قال الحكم الصادر من مركز التسوية: وكذلك توقف مسابقة الدوري لما يقرب من 40 يوما في الفترة من 19 أو في الفترة حتى 19 حتى 23/7/2019 من 20 او من 3/6/2019 من 3/6/2019 حتى 23/7/2019 مما اضطر معه النادي لوضع برنامج تأهيلي للاعبيه. ونظرا لانتهاء معظم فرق الدوري من لعب مبارياتها بمسابقة الدوري العام مما حال بين النادي وتنظيم مباريات ودية قوية، مما اضطر النادي إلى تنظيم معسكر خارجي للفريق كلف خزينة النادي الكثير من المصروفات. هنا برضو نتكلم، أصل ده سبب موضوعي وانت حطيته في المذكرة بتاع ده يعني ايه؟ انك انت كتبت هذه المذكرة واستندت الى اسباب موضوعية. انت مش جاي فترة اعداد عشان تقولي ما انت اعتدت تعمل معسكرات خارجية. لا، ده انا اضطرتني هلعب بعد البطولة الافريقية، فانا لازم احافظ على اني اكون في الملعب انا ولعيبتي. طيب الانديه كلها ما عدا
الانديه اصحاب اطراف المباريات، ودي مش منطقي انك تعمل معاه ماتشات وديه. مش هتروح عندك ماتش المقاولين او الجونه هتروح تعمل ماتشات مع المقاولين والجونه، فانت وزمالك وهو، فانت اضطريت انك انت فعلا تتكبد مصاريف استثنائيه. كل هذا كانت اسباب موضوعيه مش تلكيك. طيب كده انتهى النص المتاح، لانه الحقيقه الحكم كبير والحكم فيه حاجات تفاصيل تانية كتيره، لكن ما انا ودي التاكيد عليه ثلاث اربع نقط. النقطه الاولانيه الجمهور، جمهور الاهلي والراي العام الرياضي كله اللي تابع القضيه مع نهايه السنه اللي فاتت او الموسم الماضي، والكل كان مندهش هو الاهلي ليه رجع يلعب. كانوا فاهمين زي ما المهندس عادل اشار ان انت خلاص هتسيب الدوري وتسيب الجمل يعني ده والنبي ده تصرف مسؤول. البعض حاول ياخدها في السكه دي، ولما ترجع تلعب لا ده انت رجعت في كلامك. لا انا زي ما قلت لكم انا دفعت من حقي وخدته. انت قدامك كل المسارات المتاحه بتمشي فيها. مشيت في المسار الرياضي، طالبت اتحاد الكره، خطبت اتحاد الكره، رجيت اتحاد الكره حرصا على المصلحه العامه. وكان وقتها الاهلي ادى تسهيلات عشان المسابقه تتلعب وتحسم او الموسم ينفض قبل كاس الامم عشان اللعيبه تاخد راحه والانديه تبدا تستعد بشكل افضل للموسم الجديد. حركه انتقالات اللاعبين تحافظ على حقوق الانديه في تسويق لاعبيها، كل المكاسب البدنيه والفنيه والتسويقيه والماليه كلها. هو الحاجات دي لما تتنظم هيقول لك يحق للاهلي ولا حقوق للمسابقه وكل الاطراف اللي فيها. فانت مشيت في هذا المسار الرياضي، لكن لما مركز التسويق حدد 2/7 لنظر الطلب خلاص اتجه الاهلي للتركيز على الشق الموضوعي في الدعوه، والشق الموضوعي هو مدلل على كل الخسائر اللي لحقت به جراء هذا التطويل او التمديد او التسويف غير المبرر رياضيا وقانونيا. اذا التاكيد على انه لما تلاقي للاهلي واخد موقف، القضية مش ان هو رجع في كلامه، لا ده اكد على المسارات اللي ماشي فيها بدون ازعاج وبدون دوشة وبدون مشاكل وبدون تجاوز في حق حد. ما هو انت كمان لو في سرعة الاجراءات بيتم البت فيها كان هيبان المعاني دي كلها في وقتها، وكانت الامور دي بالظبط تتقفل. لكن احنا بصدد ما حدش بيناقش مناقشة موضوعية. ويجوز الحكم ده لو انت خدته بدري كان ينعكس على بعض القرارات في هذا الموسم. بالظبط. فانت احنا كل اللي نطلبه ايه؟ انتظام المسابقه، معايير الشفافيه والفير بلاي. بالظبط. ما الاسباب الامنيه تبقى اسباب امنيه، كل الاطراف اصحاب الشأن كمسؤولين، ماليش دعوه بالراي العام، كمسؤولين يعرفوا بيها ويتاكدوا منها ويحترموها فقط، غير كده لا. هو انت النهارده حتى على الصعيد لما انت تكون متصور ان الوقت لمصلحتك واخر يتصور الوقت ضده، هو ده مش حقيقي، لان اللي بيحصل على ارض الواقع غير كده. لانه انت شفت المسابقه اتاجلت ليه. طبعا ده لا في اعتراف انك تاجل لحد ما لاعب معين يرجع. حتى يعني كان في لوم له، هو احنا ناجل المسابقه عشانك وانت هو ده المردود. يعني ما هو طب مين اللي ساعد بقى على ده؟ انت حر، انت على فكره شطاره من حقك انك انت تعمل كده، بس الطرف اللي بينظم هو اللي بيستجيب. بس المنظم يستجيب لك ليه؟ الا اذا كان برضه هو عواطفه ان ده يحصل. هو دي المشكله، الانتماء عندما يصل الى متخذ القرار يبقى القرار دايما في عيوب تخليك تلجا في اطار قانون تاخد حقوقك، ومش عايزين نلجا للكلام ده كل يوم والتاني. طيب الحكم كمان بيأسس لنهج جديد. النادي اي نادي مع الاتحاد اي اتحاد، انا مش متلقي سلبي، انا مش عبد مأمور، انا مش هكون ملزم فقط انفذ كل اللي انت هتقولي واقول لك على الرحب والسعه، اؤمر انفذ، سيادتك هتؤمر وانا هاخد اجرائي القانوني بشكل محترم. ممكن هنا عشان برضو سيادتك هتؤمر قبل لا هتضع نظام قبل المسابقه، هو ده العقد اللي بيني وبينك. هو ده العقد اللي بيحكم الانديه معاك. بالظبط. فانا زي ما انت بتقول مش عبد المأمور، انت بتدير لصالح الانديه وبالنيابه عنها. انت تدير لصالح الانديه وبالنيابه عنها. فتيجي تلاقي انت احنا القانون
رقم 71 لسنة 2017 شرع وأسس لمركز التسوية. كنت بتروح محكمة القضاء الإداري وحلني يخلص كام موسم علشان يتم البت في الدعوة وفقا لإجراءات التقاضي وطول الأمد بتاعها. لا بقى في مركز تسوية يختص بالنزاعات الرياضية، فأن يفعل. أنا بس عايز برضو هذا المركز، يعني إيه مركز تسوية؟ يعني أنت لما تشوف الهيئة في مركز التسوية التي حكمت وحققت وحكمت في هذا الأمر برئاسة السيد المستشار، ده الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وده موجود في القانون. أيوه ده القانون الرياضة أكد على وجود هذا المركز. أيوه برئاسة المستشار محمود رشيد محمد محكما مرجحا. ما هو بيبقى في بقى مركز التسوية. أيوه اتنين يمثلوا، انت بتختار واحد وانا بختار واحد وحكم مرجح. فالمستشار محمود رشيد محمد حكم مرجح، وعضويات كل من السيد المستشار محمود احمد علي ابو النجا محكم عن المحتكم اللي هو النادي الاهلي، النادي الاهلي، والسيد المستشار ضياء الدين محمد الناظر محكم عن المحتكم ضده اللي هو اتحاد الكوره. اذا كلهم هيئه قانونيه من كبار المستشارين. والمقامة بقى بعد كده، ودخلت انت اختصرت لان دي يعني ملزمة. ملزمة مش هنقدر يعني فيها الطلبات وفيها يعني كل اسباب التي استند اليها المحكم. اذا احنا بنتكلم في، انا بس كان السؤال الوحيد اللي كنت عايز اساله للاستاذ محمد عثمان، لو حد يسالونا كان الاستاذ محمد عثمان المحامي الكبير، هو محامي النادي الاهلي اللي هو طلع قبلنا عشان كده ما جبناهوش على التليفون. بس حد من الاعداد يساله لنا، هي دي اخر درجه من درجات التقاضي ولا خلاص كده؟ يجوز ليجوز للنادي الاستئناف ضد الحكم، بس هي الفكره احنا بنرسخ وبناسس لعلاقه فيها نوع من فرض سياده القانون، ودي الدلالة الكبيرة في الموضوع، بشكل حضاري، بشكل محترم، بشكل فعلا ينتصر لدولة القانون، بشكل يأكد على أحقية كل طرف يلحق به أي ضرر أنه يلجأ بشكل محترم لمركز التسوية. إذن الأهلي بهذا النهج وهذا التصرف بيعزز قيمة منصات القضاء، فرض سيادة القانون في الساحة الرياضية، منصات القضاء وليس منصات الإعلام. بالضبط. رقم اتنين، عندك مركز تسوية في نخبة من السادة المستشارين الأجلاء، وبيتم أو بيحق لكل طرف بيلجأ للتحكيم اختيار واحد منهم، وهناك محكم مرجح. انت اختصرت فترات التقاضي، انت وديت المساله لمركز مختص بالنزاعات الرياضيه وفقا للمواثيق الاولمبيه والمعايير الدوليه، انت كمان فرضت الهدوء في الساحه الرياضيه، انت ما لجأتش لا للضجيج ولا للصريخ ولا لاثاره المشاكل ولا لتحدي اتحاد الكوره ولا كل ده ما حصلش، ولا الافيهات ولا الكلام اللي كل ده ما حصلش. بالعكس، انت سبت الناس يقول لك حنفي وسيد وحسن ومحمد وكل الكلام اللي بيتقال اهو رجع ولعب، وانت بتمشي في مسارك الرياضي والقانوني. الرياضي بكل احترام وانضباط والتزام بالقيم الرياضيه، بتنافس لغايه اخر لحظه وبتكسب بطوله الدوري اللي انت كان البعض يظنك بعيد جدا عنها. رقم اتنين، انت رحت كمان للشق القانوني اللي اسست بيه حقك الحضاري في اللجوء للمحكمة. طب في طلب من الأستاذ محمد عثمان إنه يعمل مداخلة. أستاذ محمد عثمان المحامي؟ طيب أستاذ محمد عثمان هنكلمه. لا هنكلمه. هو ظاهر إن هو معانا يا جماعة. هو طب يلا. فأنت هنا هي دي المسارات اللي جمهور الأهلي لازم يعيها، واللي لازم يثمن ويقدر ويدرك قيمة التصرف الرياضي الحضاري المحترم لمجلس إدارة ناديه. في الآخر مركز التسوية بيقر أحقية الأهلي في كل
لجأ إليه. هو في نقطة وبيقول لاتحاد الكورة أنت لما مددت الموسم بهذا الشكل وكانت عندك كل الأجندات واضحة، ليه أثرت هذه المسألة وليه أضرت بالحقوق الطبيعية للنادي والأطراف المتنافسة؟ قد يقول قائل يا أستاذ إبراهيم، يقول إن اتحاد الكورة كان في بعض المؤجلات عشان تعارضها مع الأجندة الإفريقية والارتباطات العربية، ولكن ما عذره وحجته في تأجيل الدوري لبعد البطولة؟ ما كانش فيه أي مبرر. احنا خلاص مش عايزين بقى، مش واخدينها يعني برضو ان احنا كسبنا. لا لا لا، ما هياش كده خالص. لازم الناس تفهم يا جماعة من فضلكم، انا بس عايز تاني واكد يا استاذ ابراهيم معلش، لان كفانا تحفيل على بعض، احنا كده بنطمئن على النادي الاهلي، بنطمئن على قدرة اللي هي اصلا مش محل شك ولا يعني اختبارات، قدرة ادارة النادي الاهلي على إدارة أزماته وقضاياه. عموما معنا على الهاتف، دون تحفيل ولا تهويل ولا تهليل. معنا على الهاتف المحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان، محامي النادي الأهلي في هذه القضية. أستاذ محمد أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم على حضرتك والباشمهندس عدلي وعلى كل مشاهدينكم الكرام. مبروك هذا الحكم للقانون وللساحة الرياضية اللي بيأسس وبيعزز حاجات كتيرة في الاتجاه الصحيح. بالطبع حكم إضافة ويعد انتصار واضح لكل اللي قاله النادي الأهلي وكل مطالباته ومناشداته، والحكم أيضا أوضح أن هناك خطأ، والخطأ وهذا الخطأ يستوجب الضرر بعيدا طبعا عن القيمة المادية، لكن في النهاية الحكم أرسى مبدأ وأكد على صحة وسلامة موقف النادي الأهلي في كل ما طالب به. وردا على استضاح الباشمهندس عدلي عما إذا كان الحكم ده نهائي ولا يجوز استئنافه، لا، هذه الاحكام يجوز استئنافها لاطرافها اي النادي الاهلي او اتحاد الكوره خلال 40 يوم، واللجنه القانونيه ستبحث ما اذا كانت ستطعن على الحكم بالاستئناف من عدمه خلال الساعات القليله القادمه ان شاء الله. طب ايه الجهه المختصه بنظر الاستئناف؟ يعني ده مركز التسويه، ايه الجهه المختصه بنظر الاستئناف؟ ايضا بموجب لائحه مركز التسويه والتحكيم الرياضه المصري هناك هيئه استئنافيه تنعقد ايضا دي في مركز التسويه. دي اللي شكلت مؤخرا مش كده؟ نعم، دي اللي شكلت مؤخرا من قبل اللجنه الاولمبيه. لا، دي بينظمها لائحه، واللائحه دي معتمده ومنشوره في الجريده الرسميه زي قانون او دستور مركز التسويه. لائحه مركز التسويه هي دستور هذا المركز، وتبيح لاطراف الخصومه الطعن على هذه القرارات الصادره من هذه الهيئه امام لجنه اعلى او هيئه استئنافيه بذات المركز ايضا. وده بيبقى حكمها اللجنه الاستئنافيه دي هو اخر درجه ولا في بعد كده؟ الحكم الاستئنافي هو الحكم النهائي والواجب النفاذ، وما يروحش بقى بيه لاي جهه دوليه حتى. لا، الحكم بيتم ايداعه ويزيل بالصيغه التنفيذيه عقب صدوره من الهيئه الاستئنافيه ويتم تنفيذه فورا. طيب انتوا بتدرسوا كنادي اهلي اوجه الاستئناف، ودي غالبا هتبقى في النواحي الماليه يعني، لكن احنا خدنا تقريبا في كل طلباتنا احكام، ولا في طلبات كنا محتاجين احكام فيها؟ لا، هي الهيئه يعني اعظم وافضل ما في هذا الحكم ان الهيئه انتصرت للنادي الاهلي واكدت على احقيته في كل ما سطر بعريضه الدعوه، واكدت ان هناك اخطاء وتضارب في إدارة المسابقة، وقالت بالنص كده أن الاتحاد لم يطلع بدوره تجاه النادي الأهلي مما أصاب النادي الأهلي بأضرار. طب أنا عايز أتوقف عند حتة فنية، سيبك بقى من الأحكام التانية، الجزء الخاص بإلغاء المسابقات زي مسابقة 97 مما ألحق الضرر، ها، وإنه ما قدرش يسوق لعيبته وما قدرش يستفيد منهم بالشكل الواجب، وهل ده ممكن يترتب عليه إلزام فني في العمل الفني للاتحادات بعد كده؟ الحكم طبعا محتاج الكل او كل المهتم بالمسألة الرياضية او منظومة كرة القدم تحديدا الجهات الإدارية مطالعته، لان هو اكد على ثوابت وعلى امور مهمة جدا. فيما يخص الغاء مسابقة 97، الاهلي قال ان تم الغائها دون اختاره بوقت مناسب، ودي ايضا ترتب عليها اضرار، لكن في مشكلة في القضية ديت انك عشان تقدم دليل معتبر
بهذه الاضرار وقيمتها قد ايه، دي مساله ممكن بيبقى فيها تفاصيل كثيره جدا. انما الضرر ثابت بموجب الحكم، انما قيمته قد ايه تفاصيله ايه دي مساله ثانيه فيما يخص الاثبات. يعني في بعض الامور في هذه القضيه كان بيتعذر اثباتها، لكن هي واضحه ومؤكد ان هي وقعت، لكن مساله اثباتها في نوع من الصعوبه، سواء زي الاضرار اللي المت بالنادي الاهلي من جراء الغاء مسابقه، لا اثبات قيمتها انك انت فيه هتقول انا كان عندي كذا لعيب اضطريت اسيبهم، بعضهم ببلاش وبعضهم بقيم اقل وبعضهم لا دي سهل صدقني يعني، بس اما تنوي بس يعني لجنه التسويق هتحسب لك الحزم. في هذه القضيه مقدم ملف ضخم جدا ومعقد جدا، وان اللجنه القانونيه بذلت جهود كبيره واداره الفرق 97 دي فيها ملايين، لكن فرق 97 دي فيها ملايين. اتفضل. يعني النادي الاهلي مقدم ملف ضخم جدا 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 وموثق وكثير من المستندات وترجمه، لكن الحكم في النهايه له احترامه، وهنبحث مدى استئنافه من عدمه خلال الساعات القليله القادمه ان شاء الله. ما في مبدا يعني برضه منطبق هنا، لا يضار مستأنف باستئنافه. لا، لو الطرفين استأنفوا تنظر كامله، استأنفوا من حق الهيئه ان هي تنظر الموضوع بالكامل مناسبا. تمام ماشي. الاتحاد ما اعلنش موقفه بعد، مش كده؟ لا، الاتحاد حتى الان لم يتصل علمي بانه اعلن موقف، وطبعا الاتحاد يتخذ ما يراه مناسبا بالنسبه له، هذا شأنه. بالتاكيد. الاتحاد كان لوحده ولا كان في انضمامات تانية؟ في الشق العاجل طبعا حصل، احنا هذه الدعوه طلبنا فيها بشق عاجل ان يصدر قرار بانهاء الدوري قبل 30/6. في دعوى الشق العاجل تدخل نادي الزمالك وطلب تأجيل لسداد الرسوم، لكنه لم يستكمل الإجراءات بعد ما تم تأجيلها ل2/7. دخل الزمالك طرف مع الأهلي ولا مع الاتحاد؟ لا، مع الاتحاد. لا، الزمالك تدخل منضمن لاتحاد الكرة. منضمن لاتحاد الكرة. هو طالب، هو كان عايز التأجيل. فدخل في الشق العاجل. تمام يا أستاذ محمد. شكرا يا فندم. نورت المحكمة. شكرا جزيلا للمحامي الكبير الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي. كمان وده يعني انت عايز اعلق على الموضوع ده؟ يعني عايز اكد، ده مش انتصار للنادي الاهلي يا جماعه، ده انتصار لقيمه التصرف الرياضي الحضاري اللي نتمنى ان الكل ينهج هذا النهج. عندك مظلمه، عندك شكوى، عندك طلب، عندك محكمه مختصه بمنتهى الوضوح. الاتحاد وهو بيتصرف وهو بيحط جداول لازم أن يبقى شايف ان في عيون مراقبه، لازم أن يكون عارف. هو ده اهم حاجه بقى، مش كل الاطراف هتقول لك سلام مربع. ده اهم ما في الموضوع. كل الانديه اللي عندها ضرر مش هتتحول الى متلقي سلبي تنفذ كل ما يرد اليها من اوراق. هتنفذه احتراما للقرار الاداري وللقنوات الشرعيه، لكن في نفس الوقت يمكنها ان تنهج هذا النهج الحضاري تطعن المحترم تطعن اقرارا للحقوق. فنتمنى إذا كان ده بيأسس لقيمة سيادة القانون في المنظومة الرياضية، قيمة التصرف الحضاري اللي انتهجه النادي الأهلي أيضا بيقول لكل الجهات الرياضية المسؤولة اللي بتحط مسابقات واللي بتشرع قرارات واللي بتفرض مواعيد، لا، راجع نفسك كويس، اضبط أجندتك صح، حط مواعيد ملائمة، حاول تحترم بأي قدر معايير الشفافية والنزاهة، لأنه في النهاية في عين العدالة مراقبة. نتمنى أنه هذا الحكم بهذا الشكل وبهذا المضمون الواضح جدا يؤسس قيمة فرض القانون في الساحة الرياضية، وده اللي ظهر من نهج النادي الأهلي يا باشمهندس حتى كمان جاء يعني هذا الحكم. أهمية الانتصار للنظام. أيوة، الانتصار للوائح يعني هو حكم كويس وتاريخي ويجب ان يستفاد منه، ما يتاخدش بعند برضه. قلنا ما فيهوش مين كسبان ومين خسران، اللي كسبان هيبقى النظام والتنظيم والرياضه. لان كل الطلبات كانت طلبات منطقيه، والدليل على كده ان الاهلي لعب وكمل وكسب، يعني ما كانش بيهرب من الماتشات. صحيح، وهو ده الوضع النهارده. يعني هو الاهلي هو بيتكلم وهو ماشي في طريقه. ايوه، انما انا برضو يعني لان احنا قلنا اسبوع الحقوق. طيب هذا